ما المبلغ الذي من المتوقع أن تخسر الدولة بعد إقرار هذا القرار سنوياً؟ هنالك تضارب في الأرقام بين سنة وأخرى، وبين وماكو شفافية حقيقية من الدولة بهذا الموضوع، ولكنه حسب من مصادرنا الخاصة يكون الرقم بين ال 200 إلى 250 مليون دولار سنويا خسارة الدولة من هذه الإيرادات الغير نفطية. للإضافة للمعلومة، في المنهاج الحكومي لهذه الحكومة الجديدة تم التشديد بقوة على قضية عدم الاعتماد على النفط وضرورة تعظيم الإيرادات الغير نفطية وتقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط. كيف تقوم الحكومة بإلغاء هكذا أنواع من إيرادات غير نفطية كبيرة وهي بنفس الوقت تريد ترفع الإيرادات الغير نفطية؟ يعني لا يعقل ما يحدث صراحة. لذلك أنا أشوف الغاية الرئيسية كانت هي غاية سياسية أكثر من ما هي تكون غاية اقتصادية، يعني حتى من ناحية القانونية ومن من ناحية الاجتماعية. مادة 14 في الدستور العراقي يقول بأنه العراقيين مساوين في كل المميزات، نعم، وفي كل اعتباراتهم مع الدولة العراقية. طيب. هذه الضرائب هي طريقة لتوزيع هذه الثروة وعادة توزيع الثروة بين الشعب العراقي بكل تأكيد. نعم. الضرائب بحد ذاتها مو هدف اقتصادي، الضرائب هي وسيلة لإعادة توزيع الثروة بين الناس. 250 مليون دولار ممكن تكون 250 مدرسة سنويا، ممكن تكون 5 إلى 10 إلى 15 مستشفى سنويا.